يوم ميلادها لسه فاكره، شهر مارس قبل اخره. بس ولا مرة احتفلنا مع بعض بيه، ولا هديتها حتى ببيتين. ما انتوا عارفين اني شاعر، شغلتي وصاف مشاعر. بس اللي مش عارفينه عني ان اول بيت وزنته كان عليها، وان اجمل ما وصفته كان عينيها، وان ابهى حلمي كلي ان اكتب يوم عليها. اتقابلنا في شهر 5 واتبعدنا في اخر اغسطس الا 5. شهر 9 وبعده 10 غابت بصوتها وشكلها، مع اني كنت بسمع كل ليلة من خلف شباكها صوت وجعها نبضها، وابقى عارف كم دقة زايدة ولا ناقصة في قلبها. اما في نوفمبر بعد نصه بيومين اتوجعنا، كان يوم ودعنا. لانت البنت الرقيقة لأهلها، سمعت كلامهم وباعت بكلمة اللي حبوا قلبها، قالت خلاص. اعذرني واديني الخلاص، انا فيه جبال عصراني عصر في وسطها. نزلت دموعي، حنت ومالت ومدت ايديها، وسمعت من جواها زغروطة كبيرة صوتها جاي من قلبها. ضحكت تمام زي اول ضحكة في اول لحظة شفتها، ولان عارف ان اللي رافض امها وقبل منها اختها، خفت تعصاها وتتوجع. ما انا زي ما حبيتها جدا حبيت باباها وامها، مديت على دموعي ايديا مسحتها، وبصيت عليها بصة اخيرة، وبعدت ايدي عن ايديها، مشيت لوحدي سبتها.